بنك بوبيان خلال عام 2020 حقق أرباح تشغيلية 94 مليون دينار، وهذا رقم يعتبر رقم ممتاز جدا كأرباح تشغيلية. طبعا أخذ منها 59 مليون دينار مخصصات، وأعلن عن أرباح 34 مليون. فتشغيليا الحمد لله البنك يعني نشاطه مستمر. طبعا الظروف للكل عارفها تحتم على كل البنوك الآن التحوط للمرحلة المقبلة. كان في موضوع تأجيل القروض خلال العام الماضي، وهذا ما أثر على الأرباح ولكن أثر على رأس المال، لكن تشغيليا الحمد لله البنك يمشي بخطة ثابتة. طبعا بعد موضوع الإغلاق اللي صار، وبعد ما رجعت الأعمال وفتحت مرة ثانية ورجعت الناس إلى أعمالها ورجعت الشركات تشتغل والأسواق فتحت، كان في يعني نتيجة إيجابية يعني مباشرة لأعمال البنك. ففي الربعين الأخيرين الحمد لله الأرقام زينة، وكان في تحسن جيد بسبب إعادة فتح الاقتصاد. أصبحنا البنك الثالث في الكويت بصفة عامة. حصة بنك بوبيان اليوم في سوق التمويل أو في محفظة التمويل في الكويت تجاوزت 10%، وهذا يضعنا في المركز الثالث في الكويت. المركز الثالث في قطاع الأفراد يمكن وصلنا له قبل سنة ونص سنتين. محفظة التمويل قاعد يصير فيها نمو، 6% من 15% هذه جاية من إيرادات التمويل. احنا يعني محفظة التمويل في بنك بوبيان نمت يعني ب 11% خلال عام 2020، 14% في قطاع الأفراد و 9% في قطاع الشركات. وبالتالي المحفظة اليوم أصبحت 4 مليار و 800 مليون دينار كويتي. إيرادات المحفظة هذه هي لها جزء كبير في نمو أرباح البنك. خلال الربع الأول من عام 2020 استحوذنا على نسبة كبيرة ودمجنا أعمال بنك لندن والشرق الأوسط في بريطانيا من ضمن ميزانية بنك بوبيان، وهذا كان كذلك دور في نمو أرباح البنك من ناحية تجميع البيانات المالية. البريكزيت كان أوريدي يعني مأخوذ في الاعتبار، يعني كنا عارفين لما كان عندنا المفاوضات للاستحواذ على حصة كبيرة في البنك أن البريكزيت راح يحصل، وبالتالي كنا ماخذينها في الاعتبار. لكن احنا كذلك راح نسوي إن شاء الله تحول في بنك لندن والشرق الأوسط يخدم استراتيجية المجموعة بصفة كاملة. اليوم مجموعة بنك بوبيان فيها بنك بوبيان، فيها بوبيان كابيتال للاستثمار، والآن أصبح فيها بنك لندن والشرق الأوسط، وهذا كله جزء من الاستراتيجية لموضوع إدارة الثروات. الخطوة الجاية يمكن قطاع إدارة الثروات، استحواذنا على بنك لندن والشرق الأوسط هو جزء من استراتيجيتنا لإدارة الثروات. عندنا الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت، ولازم أنت عشان يكون عندك إدارة ثروات أن كذلك يكون عندك تواجد خارج الكويت. والخطوة الجاية إن شاء الله اللي هو التركيز بصفة أكثر على قطاع إدارة الثروات. إحنا كان لنا السبق الحمد لله من سنوات عديدة في طرح خدمات تطرح لأول مرة في الكويت، كان لها صدى كبير وإيجابي جدا في السوق وإقبال جيد أو ممتاز من العملاء. ولازلنا يعني لا زالت هذه استراتيجية بنك بوبيان، التركيز على خدمة العملاء هذا الهدف رقم واحد. بنك بوبيان البنك الأول في الكويت في تقديم الخدمة أو في رضا العملاء على خدماته لمدة 10 سنوات متتالية، مو بس في البنوك حتى في قطاع الخدمات بصفة عامة داخل الكويت. ما حد يقدر يتوقع شنو اللي ممكن يصير. إذا استمرت الأمور مثل ما هي خلال الفترة الحالية وخلال اللي شاهدناه في النصف الثاني من عام 2020 وما حدثت تداعيات سلبية لا سمح الله، يعني الحمد لله الآن اللقاح أصبح موجود وبدأ موضوع إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت، عالميا اللقاح بدأ يتوفر في إيجابية. الحمد لله الكويت يعني بجهود الجهات الصحية الوضع مسيطر عليه، يعني احنا نسمع عن اللي قاعد يصير في الدول الأخرى والإغلاق مرة أخرى وعدد الحالات اللي في ازدياد، الحمد لله في الكويت الوضع تحت السيطرة. فإذا استمر الوضع مثل ما هو إن شاء الله راح يكون في نتائج إيجابية ويكون في تحسن في الأعمال.
الرسالة اللي وجهها لعملاء بنك وبيان وكذلك مساهمي بنك وبيان إن شاء الله النمو اللي كان حاصل خلال العشر سنوات اللي طافت اللي هو نمو ذو خانتين إن شاء الله بإذن الله راح يستمر معانا خلال الفترة الجاية، طبعا على حسب الظروف الاقتصادية اللي موجودة، ولكن إحنا اللي نرى إن شاء الله البنك مستمر في تحقيق النتائج الإيجابية، وإن شاء الله عملائنا كذلك راح يحصلون على خدمة مميزة وخدمات إضافية خلال الفترة الجاية سواء على قطاع الأفراد أو على قطاع الشركات.